سؤال: كيف أتخلص من خطايا اللسان مثل القسوة في الكلام وكثرة الكلام والإسراع في الكلام؟ وهذا الأمر يتعبني كثيرا ويفقدني سلامي مع الناس وسلامي مع نفسي. هو أحسن إن الإنسان إما ياخد تدريب صمت شوية ويأدب نفسه، لإما إن هو ما يطلعش كلمة من بقه إلا بعد ما يوزنها كويس أوي. يبقى الإسراع في الكلام هو اللي بيجيب أخطاء الكلام والقسوة في الكلام وكسر في الكلام. فقبل ما الواحد يطلع كلمة من بقه لازم ان هو يوزنها، يقول الكلمة دي هتجيب نتيجة ايه، هتعمل مشكلة ولا ما تعملش. والكتاب بيقول ليكن كل انسان مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. حاول انك تسمع اكثر مما تتكلم. يا ريت اللي بعت السؤال ده كل ما يجي يتكلم يفتكر المشاكل اللي جات له من الكلام فيقول الصمت افضل. اذا كان القديس ارسانيوس الكبير قال: كثيرا ما تكلمت فندمت، واما عن سكوتي فقط ما ندمت. يبقى احنا نقول ايه؟